دلوقتي لو عايزين نختبر الـ output من أعلى الريلي، هنروح لقائمة الـ commissioning test، هي دي. ننزل نفضل نازلين لحد ما نروح لقائمة، ثانية، لحد ما نروح للتست مود. التست مود هنخليها على الكونتاكت بلوك. هو انا عندي ثلاث حاجات، تست مود وديسيبل وكونتاكت بلوك، ده انا هخليها على الكونتاكت بلوك، تمام. بعد كده هنروح للتست باترن. التست باترن هي دي، يعني لو دوسنا اوكي لازم ندوس بعد كده اوكي. دي كده الار 14، نفضل ماشيين لحد ما نروح للانبوت الاول اللي هو الار 1. خلاص بعد كده غير حالته كده بواحد، ندوس. طب احنا واخدينه على بزر، ما بزرش ليه؟ لانه لازم نروح بعد التست مود، بعد الكونتاكت بلوك ده لازم نروح نعمل في الكونتاكت تيست، لازم نروح نعمل ابلاي تيست. في هنا نو اوبريشن، ريموف تيست وابلاي تيست. انا هعمل ابلاي تيست اول ما عملتها جه، فمع اول ما نعمل تيست مود كونتاكت بلوك ده لازم نروح في الكونتاكت تيست نعمل ابلاي تيست. بعد كده بقى نروح للتيست باتر. عندي الاوتبوت كلها نخليه بصفر بس، ونروح للي بعده دي كده ايه، نرجع ده زي ما كان، ديسيبل في التيست مود و disabled، تمام. دي كده طريقة اختبار الاوتبوت من على الريلي. اختبار الانبوت طبعا بنرفع جهد على الانبوت، وبنشوف حالته برضو من قائمة الكوميشننج تيست اللي هي الاوبتو انبوت ستيتس. خلاص انا ممكن اشوفها برضو من على البرنامج، يعني في الميجرمنت الاوبتو انبوت الانبوت ستيتس اللي هي دي الانبوت. نرفع بقى جهد ونشوف حالات الايه، حالات الانبوت دي، لو انا برضو عايز اشوف الاوتبوت status.